رجاء بالمير تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. تداولت الصفحات المختصة بأخبار المشاهير على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة للفنانة رجاء بالمير تجمعها مع كاتب الأغاني مروان أصيل، معلقين عليها بأن هذا الثنائي تجمع بينهم علاقة حب. وتفاعل العديد من جمهور بالمير بشكل إيجابي مع الخبر متمنين لها السعادة، في حين ذهب آخرون إلى تكذيب الخبر، خاصة وأن رجاء بالمير لم تعلن أي شيء بخصوص هذا الموضوع على صفحتها الشخصية. وسبق أن صرحت رجاء بالمير للمناظر الإعلامية خلال زفاف صديقتها مريم أصواب أن هذه الأخيرة جعلتها تفكر في الزواج وبناء أسرة هي الأخرى، فقط تنتظر الرجل المناسب للقيام بهذه الخطوة. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.